عليكم كداري لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، اليوم غادي نشارك معكم الطريقه ديال طياب الرجله عند ناسي، يعني عند لوسي. وقلت لوسي غادي تطيبها، وقلت لها خليني نشاركها مع المتتبعين ديالي. بسم الله على بركه الله نبداو. بسم الله. هنايا الرجله بعد ما غسلتها وسقطرات من الماء وقطعتها رقيقه، غادي ديرها في الكوكوط. كل واحد الطريقة ديالو، انا كتعجبني الطريقة ديالهم وقلت علاش نشاركها معكم منين راني هنايا وهما تيصيبوها. قلت لها معليش نشاركها معاهم. غادي ديري عليها الماء. واه ندير الماء. هنا منين درت الرجلات تسلقات بشويه ديال الماء، صفاتها دخلتها تصفى، درت هنا العدس تحت طاب، زدت عليه طريفات ديال القرعه الحمراء وشويه ديال الملحه، شويه البزار، شويه سكنجبير والزيت مخلطه بلديه وزيت نباتيه وزيت الزيتون. صافي طاب العدس. دابا غادي تضيف عليه البصله، شحرتها بشويه ديال الزيت حتى نزلات. الرجله درتها في الشبكه، انتما كما كتشوفوا هي كتصفى، صفات من الماء. دابا غادي تزيدها حتى هي على العدس والقرعه. صراحه جربوها ما تندموش عليها، انا كتعجبني ملي كيديروها، واخا كنديرها ما كتخرجش الصراحه بحالهم. هما تيعرفوا يديروها. تبارك الله. ها هي الرجله ديالنا وجدات، انتما كما كتشوفوا غادي تغرفها ديرها في الطبسيل، كتجي شويه خفيفه، كتكل بالمعالق، تديروها في طبيصلات هكا مع الجناب، وتتحطوها في الطبق في الوسط هكا طبسيل كبير، كتجي فيها واحد اللذة غزالة. راك شحال من واحد غيجي هادشي غريب، ولكن إلا دقتوها ما غاديش تستغناو على البنة ديالها، كتجي الصراحة غزالة. حتى أنا هكا عمري ما درتها، كنديرها بحال البق، بحال البقولة زعما عادية، البقولة المعروفة بالثومة والربيع، ونسيت راه حتى الثومة درتها فيها، الثومة حكت فيها سنين فات ديال الثومة. هذه هي الرجله كما كتشوفوا، اللوينات زوينين. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم ويعجبكم الرجله ديالنا، نقدموها هكا هي الاولى. والسلام عليكم الى فيديو اخر وصفه اخرى باذن الله. عليها خطيطات راني حيت باش طفيت، زدت عليها خطيط ديال هكا ديال الزيت بلديه.